خلي زميلك يطلع ويسوي الحركة. خلي تفضل بلا معلش. حرصنا على تعقيم الحرم 10 مرات يوميا قبل كل صلاة وبعد كل صلاة من الحواجز والاحترازات الكعبة المشرفة ولمقام إبراهيم، وأيضا الحرص على صحة الناس من مثل رفع السجاد، من التباعد بين المصلين، لأن التقارب بين المصلين سنة، والتقارب قد يؤدي إلى مفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أيضا اليوم ولله الحمد والمنة بشرنا جهاز لتعقيم الكعبة المشرفة، وهذا قمة ما وصلت إليه المحترزات العالية ولله الحمد والمنة. كذلك اليوم ولله الحمد والمنة دشنا هذه الكاميرات الحرارية التي تفحص على داخل الحرمين الشريفين من عند الأبواب، وبمجرد أن يكون عند الشخص اشتباه فإنه يتبين من خلال هذا الجهاز ويرجع. كما أنني أبشر وأطمئن أنها إن شاء الله أيام تنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتعود الأمور كما كانت، في دولتنا أحرص منا على صحتنا وعلى إيجاد البيئة الآمنة السليمة الصحية. ونحن ولله الحمد والمنة قد شهدنا هذه الجائحة من أول أولوياتها يوم كانت الأيام شوي عصيبة. اليوم ولله الحمد والمنة نبشر ونتفائل، ومع هذا لا نستعجل في عدم القيود أو التحرر من التقيد واللزوم الإجراءات الاحترازية، لكن